اهدي. المكان ده صالون حلاقه دي ولا ايه؟ دي رسمه؟ ايه اللي انت هبسته ده؟ من قولا من رب رحمه. في ايه؟ انت مين انت؟ اني مين؟ اني هوجن. هوجن مين وبتعمل ايه هنا يا استزفت انت؟ اني تبع يعني تبع الباشا الكبير قوي، اكبر باشا هنا، انت اللي مين؟ وايه اللي انت هببته في اللوحه ده يخرب بيتك؟ وكتاب الله ما عملت حاجه، بس يعني لو عايزه الحق هي كده احلى، انت كمان لو رسمتي معزه اوعى ايدك. طب وكتاب الله ده عم حصري في المولد بيرسم رسمه احسن من ده 1000 مره. عم حصري مين؟ عم حصري سلام عليك، ربنا يمسيك بالخير يا عم حصري، ده عم حصري ده كنت تقعدي قدامه تدي له رغيف نابت يرسمك رسمه ولا كانك بصيتي في المرايه. اخرج يا بني ادم يا متخلف انت من هنا، يلا اخرج. خلف بالراحه بالراحه، بتزعقي ليه؟ يعني خارج انت يعني هتطرديني من رضا الشريفه؟ في داهيه نبدا الحك لسانها فامت.